مسؤول بولاية القصرين يكشف عن بعض التفاصيل المتعلقة بوفاة شاب واللي على أثر هالوفاة صارت أحداث عنف ومناوشات بين عدد من الشبان والأشخاص في سبيتلا وقوات الأمن. اليوم توفى شاب بمعتمدة سبيتلا بعد مناوشات اندلعت بين مجموعة من الأشخاص ووحدات أمنية بحي المعهد في سبيتلا، حسب ما أكدوا المعتمد الأول بولاية القصرين أحمد الحامدي في تصريحات اليوم. الحامدي قال بأن المناوشات اندلعت بعد مداهمة وحدات أمنية لمحل مخصص للقمار الإلكتروني في سبيتلا، وبعد ما تحولوا إلى منزل صاحب المحل هذايا تعمد الأخير، يعني صاحب المحل تعمد، جمع جيرانه واستهدفوا الأمنيين بشنوة باستعمال بنادق صيد حسب تعبيره، وهذا ما اضطر الوحدات الأمنية للرد عليهم باستعمال الغاز المسيل للدموع حسب تعبيره. وأشار إلى أن المناوشات أسفرت عن وفاة شاب بالرش حسب المعطيات الأولية في انتظار صدور تقرير الطب الشرعي. نفس المصدر أكد أنه تم تحويل جثة الشاب الهالك إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لعرضها على الطبيب الشرعي وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. من جهته المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني أكد أنه المستشفى الجهوي بالقصرين استقبل اليوم العشية جثة شاب عمره 24 عام توفى في مدينة سبيتلا وتم تحويلها للطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة من غير ما يقدم معطيات إضافية اللي كانت على الأقل توضحت نوعا ما صورة. تقعد هذه الرواية هي رواية المعتمد لول بالأساس، ومعلومات اللي قدمها المدير الجهوي للصحة في انتظار تقرير الطب الشرعي والأعلان على التفاصيل. الجديد في أزمة المهاجرين، نجد الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يصدر بيان على خلفية الأحداث الأخيرة. الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس أبدأ في بيان يعني ليه اليوم انشغاله من التطور الخطير للأوضاع اللي تشهدها الجهة لتزايد حالات العنف والخروج عن القانون معناها لأعداد غفيرة لأفارقة جنوب الصحراء من المهاجرين غير النظاميين، وآخرها جريمة القتل اللي صارت وراح ضحيتها شخص من مواليد عام 81 وحرق عديد المنازل في بعض الأحياء بالجهة. الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عبر على تضامنه مع كل أهالي جهة صفاقس أمام الوضع الخطير اللي يعيشوا فيه. حملوا السلطة الحاكمة من رئاستي الجمهورية والحكومة المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع في الجهة، واعتبروا أنه تقصير السلطة في تعاملها مع هذه الأزمة زاد في تعميقها، علاوة على التهميش الممنهج اللي تعيشه جهة صفاقس على امتداد عقود. وأكد اتحاد الشغل استعداده للدفاع عن جهة صفاقس بكل الأشكال الاحتجاجية السلمية المشروعة في صورة تمادي السلطة اعتمادها نفس السياسة وعدم التدخل العاجل حسب نص البيان اللي اليوم تبعنا الأحداث بشكل عام في معناه بكل التفاصيل متاحة. في لامبيدوزا ليلة حافلة بعمليات رسو قوارب المهاجرين، مصادر أمنية إيطالية كشفت اليوم أنه البارح كانت فما عمليات رسو قوارب الهجرة غير النظامية بسواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية واللي وصل لها 249 مهاجر في غضون ساعات قليلة. وكالة أكي الإيطالية نقلت على المصادر الأمنية هذه قولها بأنه هؤلاء يضافون إلى 284 وصلوا البارح
لجزيرة لامبدوزا خلال 6 عمليات إنزال، وانطوت على مجموعات مكونة من 37 إلى 47 شخص كحد أدنى يسافروا على متن قوارب توشك على الغرق. اعترضها رجال خفر سواحل ودوريات قوات الشرطة المالية، من بينهم 34 امرأة و9 قاصرين. والمصادر الأمنية ذكرت بأنه بعد إجراء فرز صحي أولي للمهاجرين تم نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة واللي ارتفع عدد الحضور فيها مرة أخرى، وصل العدد إلى حوالي 900 شخص في مركز لا يتسع إلا ل400 يعني شخص فقط، وتنجموا تتصوروا حالة الاكتظاظ اللي هو فيها. وزير الخارجية التونسي يدعو البعثات الدبلوماسية بالقارتين الأوروبية والأمريكية إلى مزيد التحرك للتعريف بمواقف تونس. وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار دعا اليوم ممثل البعثات الدبلوماسية التونسية لدى دول القارتين الأوروبية والأمريكية لمزيد التحرك وبذل الجهود للتعريف بمواقف تونس على جميع الأصعدة وفي مختلف المواقع والمنابر، كما حثهم زاد كيف كيف، وهذا كان في اجتماع انتظم عن بعد. الوزارة نشرت بلاغ حثهم على العمل من أجل مزيد تدعيم وتوثيق علاقات تونس الخارجية مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية وفضائيات انتماء تونس، كما أكد عمار في الاجتماع هذايا لضم سفراء ومندوبين وقناصل عامين وقناصل ممثلي البعثات في القارتين الأوروبية والأمريكية على ضرورة استمرار العمل من أجل تقديم أفضل الخدمات القنصلية للجالية التونسية وتذليل المصاعب من خلال التنسيق الجيد مع مختلف الوزارات والأطراف المتدخلة. وهذا مهم جدا اللي يقول فيه الوزير، وبتعليمات من رئيس الجمهورية التونسية، لأنه الدبلوماسية مهمة ياسر وفي الدفاع على مواقف تونس والتعريف بها. وهذا فرصة يمكن باش نقوله أنه فما عدة سفارات وقنصليات وبعثات دبلوماسية شاغرة، وهذه دعوة إلى سد هذه الشعورات في القريب العاجل، على خاطر عندهم دور كبير وكبير ياسر، بالإضافة إلى العناية يعني بالجالية التونسية في البلدان متاحة في البلدان هذية، معناها بلد المهجر، زاد فما التعريف بالمواقف التونسية والدفاع عليها. في موضوع آخر، وفاة أمني طعنا أمام سفارة البرازيل، تتفكروا القضية هذه. حسب إذاعة موزايك تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق كهل متهم بقتل عون أمن مكلف بحراسة سفارة البرازيل بتونس، وذلك طعنا بوسيطة سكين. الكهل هذايا 50 تواجد منذ حوالي أسبوعين بمقر سفارة البرازيل بتونس في جهة البحيرة. استفسروا عون الأمن المكلف بحراسة السفارة على سبب تواجده غادي، قالوا بأنه هو بوستيني تم انتدابه للعمل بالسفارة، ثم تولى بعد ذلك طعن العون بوسيطة سكين كان يخبيها، كانت مخبية في 2 مناسبات يعني أصابت الوحدة فيهم الرقبة فتوفي. وما اكتفاش بطعن الأمن التونسي، لكن توجه إلى المشرف الأمني على السفارة، غير أنه هذا الأخير منعه من مواصلة هجومه بإطلاق النار عليه من مسدسه الإداري، وأصابه على مستوى اليد الحاملة للسكين والفخذ الأيمن، وهذا اللي خلى الحركة متاعه تتشل وأسقطه أرضا في حادثة معناها غريبة. عون الأمن اللي توفى عمره 33 سنة هزوه للمستشفى داخلية، وصفت العملية هذه بالإجرامية، وقالت أن الشخص هذا يعاني من اضطرابات نفسية.